سلام ويا الله يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. في سؤال لما بدينا نعمل سلسلة أسرار التسوق في كندا والأسعار، في سؤال نسأل من أكثر من شخص عن البيوت في كندا، أسعار البيوت، كيف نشتري بيوت. حشرح لكم بشكل وملخص بسيط الماركت تبع البيوت في كندا، شو هي أنواع البيوت، كيف ممكن تشوفوا البيوت، وكيف ممكن تحسبوا قديش المبالغ اللي بدكم اياها عشان تشتروا البيت. خليكم معنا، شوفكم بعد الفاصل. طيب الان البيوت في كندا، البيوت في كندا يمكن انتم شايفين وراي، لا مش شايفين، البيوت في كندا عدة انواع. انا حاحط لكم صور وحتشوفوا وحتفهموا شو هي الانواع. النوع الاول اللي هو الديتاتش هاوس، يعني البيت المنفصل، بما معناه انه البيت من اربع جوانب ما في جيران، ما في حدا ملتصق في البيت، يعني من اربع جوانب في شبابيك او تقدر في مساحات حوالين البيت. اوكي، هذا البيت اللي هو الديتاتش في منه نوعين. اوكي، في نوع بكون دبل ستوري، يعني طابقين وبيزمنت اللي هو تحت الارض التسويه، وفي نوع بيكون اسمه بنجلو. البنجلو بيكون طابق واحد وبيزمنت. شو الفرق بينهم؟ انه في الطابقين بيكون في درج، فالناس اللي كبار في السن، اللي عندهم مشاكل في المفاصل، اللي عندهم ناس لا سمح الله ذوي احتياجات خاصه، بفضلوا البنجلو لانه اسهل والمساحه فيه اوسع وطريقه التحرك بتكون فيه سهل، فهو بيكون طابق وتحت بيزمنت مش طابقين، يعني غرف النوم بتكون جنب الصالونات. موجود النوعين، الأسعار تقريبا متشابهة، ناس بتفضل هذا النوع، ناس بتفضل هذا النوع، كل حسب ما بحب. النوع الثاني اللي هو سيمي ديتاتش، اللي هو بكون بيتين معزولين من الجانبين هدول وموصولين بالنص، يعني هم بيتين لاصقين في بعض، بسموه سيمي ديتاتش أو نصف منفصل. حورجيك الصورة الآن. النوع الثالث بسموه تاون هاوسز. تاون هاوسز هذا أكثر نوع منتشر، هو أرخص نوع تقريبا في المنازل، بكونوا مثلا أربع بيوت أو خمسة، بالأول من هون والأول من هون، بسموه كورنر لوت. أوكي، معناها إنه هذا اللي هون من جنب هذا، من جنب هذا، ما في لصق بالبيت، وكلهم ملتصقين من مع بعض، بما معناه اللي بالنص هذا عنده جيران من هون وجيران من هون، واللي هون عنده جيران من هون وجيران من هون، نفس الشيء، إلا الكورنر لوتس أو الزوايا، هذول منفصلين في صورة. الآن هذول كلهم الهاوسز، هلأ بنيجي على إيش؟ الشقق. الشقق في منها أنواع. النوع الأول اللي هو دوبلكس، اللي هو بيكونوا شقتين فوق بعض، شقتين فوق بعض، بسموها الدوبلكس. التريبلكس اللي هي ثلاث شقق فوق بعض، ثلاث شقق فوق بعض، بسموها تريبلكس. في كوادلكس اللي هم أربع شقق فوق بعض. الآن في نوع من الشقق، هذه كلها الدوبلكس والتريبلكس والكوادلكس، كلهم بسموهم كوندو. الكوندو بتكون أسعارها أرخص، لكن في مشكلة في الكوندو، إنك لازم تدفع كوندو فيز حسب إذا أنت مستأجر، إذا هذا المبلغ موجود جوا الكوندو فيز ولا لا، حنحكي عنها بعد شوية ليش هاي الكوندو فيز. وفي العمارات الطويلة بكون فيها إشي اسمه أبارتمنتس، هذيك اسمها كوندوز وهاي أبارتمنت أو شقق. اوكي، الشقق عاده العمارات الطويله هاي اللي فيها اسانسير عاده. اوكي، بتكون عاده من مداره من قبل شركه واحده، هي اللي بتاجر وبتعمل الصيانه وبتعمل الخدمات لهذه الابارتمنتس. الان البيوت اللي حكينا عنها في البدايه، انت كصاحب بيت او مستاجر لهذا البيت المسؤول عن قص العشب وإزاحة الثلج. هلأ ممكن تستأجر شركة تدفع لهم فلوس يجي يقصوا لك العشب كل أسبوعين أو كل ثلاث، والثلج كل ما نزل الثلج له نسبة، إذا 5 سنتي فما أعلى بينزلوا، إذا 10 سنتي حسب الكونتراكت اللي ماضي معاهم.
اوكي. لكن بالعاده بيكون انت عندك قصاصه عشب ونظافه الثلج او ايش بسموها السنو ريموفال، بتشيل الثلج. هذا الاجهزه بتشتريها انت مره واحده وبتصير تسوي هذا الاكسرسايز او هذه الوظيفه بالشتاء والصيف. هذه مشكله البيوت. الشقق زي ما حكينا انت في الكوندوز بتدفع كوندو فيز او مبلغ للشركة، هذه بتكون المبلغ هذا بتقسم على جميع السكان وبيشاركوا فيه سواء ساكنين بهذا مش ساكنين عشان الخدمات هاي. ممكن يكون المبلغ بحدود 300 دولار بالشهر بس عشان موضوع قص العشب، تنظيف الثلج والامور هاي. بالأبارتمنتس عادة بتكون هذا المبلغ داخل في العمارات الطويلة، الأبارتمنتس عمارات طويلة بتكون المبلغ هذا داخل جوا المبالغ اللي أنت دفعتها للإيجار. أوكي؟ في شغلات لازم تكون منتبه فيها في عقد الإيجار اللي هي فاتورة الكهرباء مين حيدفعها، فاتورة الماء مين حيدفعها، فاتورة الهايدرو أو التدفئة مين حيدفعها، وخاصة في العمارات لازم تعرف وين غرفة الغسيل، هل هي موجودة تحت ولا ما في غرفة غسيل أصلا، أوكي، ولا غرفة الغسيل أو الغسالة والنشافة عندك في المنزل في الشقة. معظم هدول العمارات بيكونوا غرفة الغسيل تحت، أوكي، وكل الناس بيعملوا شيرينج لغرفة الغسيل. في ناس ما بيكون عندهم أصلا في هذه الدوبلكس خاصة والتريبلكس ما في غرف غسيل، فبضطروا إنهم يخرجوا خارج ويغسلوا في مغاسل في مكان بيغسلوا فيه، اوكي، بتدفع مبلغ معين وبتغسل. بالعمارات الطويلة عادة بيكون في الطابق الأول ممكن يكون في جيم، ممكن يكون في مسبح، ممكن يكون حسب الشركة مش كلهم، ممكن يكون في ملعب التنس أو مكان تلعب فيه تنس، الأمور هاي. فهذه أنواع البيوت. الآن حنحكي لكم عن شغلة مهمة جدا اللي هي كيف تقدر تحسب قديش بتكون تشتروا بيوت. حنروح على موقع اسمه ريال تور، خليكم معنا. طبعا هذا الموقع بدنا نحكي عنه اللي هو ريال تور، حكينا عنه قبل هيك بس اليوم بدي أعطيكم بالتفصيل. نشوف أي بيت مثلا عجبنا ونشوف كيف بنقدر نحسب المبالغ اللي لازم ندفعها. طبعا انت لازم تعرف انه المبالغ هاي المترتب عليك في شراء المنزل قد تكون يعني كبيرة، فلازم تكون عارف شو اللي بدك تشتري وبدك. مثال خلينا نحكي مثلا هذا المنزل، هذا المنزل في أوتوا سعره حوالي 340 ألف. طبعا المواصفات موجودة هون، مبني 1915، قديم جدا جدا، بس مش هذا المهمنا. حكينا احنا عن النيبرهود وستاتيستيك الكالكوليتر، هذا اللي بهمنا اليوم. فبدك تفهم انه لما تأخذ البيت يا اما بتدفع حقه كاش يا اما بدك تجيب قرض من احد البنوك. اول مرة بتشتري فيه ممكن تدفع مينيموم 5% اقل شيء، وممكن تدفع اكثر. الان هون معطيك عده سيناريوهات. السيناريو الاول تدفع 5% 10% 15% 20% من المبلغ اللي موجود، اللي هم 5% حوالي 20 ألف، حوالي 40 ألف، 60 ألف، حوالي 80 ألف. الان اذا دفعت 5 10 15% لازم تدفع شغله اسمها مورجج انشورنس تنحسب. هاي هي المورجج انشورنس، هون 15 ألف، فالمبلغ كبير على المورجج. هون يعني اللي بدفع هذا المبلغ بنقص له 10 آلاف عشان يوصل لهذا وما يدفع مورجج. هاي المورجج انشورنس رايح عليك، هاي رايح على شركة انشورنس بس عشان تأمنك، فبدك تنتبه لهاي الشغلة. الآن قديش بدك تدفع؟ قصت لعشر خمس سنين، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة. عادة الناس تأخذ بين 20 و 25، خلينا نأخذ 20 سنة. المورجج ريت اللي هو النسبة الآن 2.6 ل 3.5 حسب دخلك وحسب الهاي، خلينا نحكي 3. فمعناها بالشهر إذا كنت أنت ماخذ 5% راح تدفع 2188 دولار في الشهر،
وإذا ماخذ دافع 20% راح تدفع 1771 دولار بالشهر. أوكي، طبعا بدك تركز في موضوع الشراء البيوت، لأنه مهم جدا أنك تعرف شو اللي بدك إياه. هون بحكي لك برضو اللان تاكس، اللي هو التاكس اللي بتدفعه على المنزل. هذا التاكس بتدفعه للحكومة، مقداره 4447 دولار. أوكي، طبعا راح ممكن تصير تدفع كهرباء ومي وانترنت وغاز وتأمين، هاي كلها الأمور بدها تندفع غير الدفعة الشهرية. نرجع نعيدهم: كهرباء، انترنت، غاز، تأمين ومي والتاكس هذا. طبعا هاي المصاريف. هلا غير المصاريف الشهرية هاي، عندك المصاريف لحظة الدفع. بدك تدفع الداون بايمنت، حكينا هاي لو 5%. اوكي، بدك تدفع الانشورنس اللي هي 1221، بدك تدفع اللاند ترانسفير تاكس اللي هي لمدة سنة. هاي شو اسمه، هاي بس اجار تغيير المنزل، نقل المنزل. بدك تدفع للمحامي حوالي 1000 دولار، هلا اقل من هيك بيكون. بدك تدفع كمان، هون مش موجودة، اللي هي فحص البيت حوالي 300 لـ 500 دولار، تأمين البيت اللي هو هون تايتل انشورنس، غير تأمين البيت، غير التايتل انشورنس. تايتل انشورنس هذا بتدفع للحكومة عشان ينقل البيت في باسمك. تأمين البيت بدك تدفع مبلغ. السمسار، طبعا السمسار عادة ما بأخد منك، بأخد من البائع، لكن بكون جوا لهذا. بدك طبعا صيانة، قد تحتاج إلى صيانة بعض الأشياء اللي يكون بدها تصليح، وبدك طبعا نقل عفش. فهاي المصاريف اللي بدك تنتبه إلها. غير هذه 27,000، بدك كمان حوالي 5,000 يكونوا بجيبتك احتياطا عشان كل باقي المصاريف. أوكي، هاي حاطط لك هون هوم انسبكشن 300 لـ 500، ابريزل فيز ممكن يطلبوا منك، المونثلي اكسبنسز هون هي معطيك اياهم بالتفصيل. هذا المورجج بايمنت، بروبرتي تاكس 3333 كل شهر بتدفع هذا التاكس تبع الدوله، الكهرباء والميه، الانشورنس حوالي 50 دولار، التلفون 40 دولار، الانترنت 60 دولار، او الكيبل اللي هو التلفزيون، والانترنت 45 دولار. فهذا عندك 2799 بس للمنزل. هذا حكينا اذا دفعت انت المبلغ هذا. هلا اذا دفعنا ابو 20% بكون طبعا الحسبة بتختلف وبقل السعر بعدين في المستقبل. هذا شرح لكيف تستخدم هذا الموقع، موقع ممتاز جدا ورائع، ببين لك، احنا اخذنا مثال هون ببين لك كل الشغلات اللي ممكن تفكر فيها عند شراء المنزل. اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع اصحابك.